أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. ضيفنا اليوم هو الأخ أحمد فؤاد، كان ضيفنا سابقا في سيرة محمد، واليوم عنده سيرة محمد الجزء الثاني. خلونا نرحب بالأخ أحمد، أهلا وسهلا فيك. اهلا بيك اخ جان، انا سعيد ان انا موجود معاك للمره الثانيه. اهلا بيك. أهلا بك أخي، وأنا سعيد جدا. أخي أحمد، خلينا نبدأ بموضوع تغيير الصفحة والهجمة الشرسة اللي شفناها اليومين الأخيرين على صفحتنا وعلى فيديوهاتنا على الموضوع هذا، أعطيني رأيك. والله انا شايف ان ديت قله حيله زي ما بيقولوا المصريين. يعني هو قليل الحيله، هو لو عنده حجه قويه يدافع بيها عن عقيدته اللي احنا بنهاجمها ما كانش قفل الصفحه وما كانش عمل الروبورتات الباطله ديت عشان يقفل الصفحه. يعني هل انت فاكر ان بقفل الصفحه كده انت اتخلصت يعني من الناس اللي بتنتقدك؟ طبعا لا، ده اللي فيدل ان انت ما قله حيله. زي لما واحد تتناقش مع واحد وتلاقيه بيعلي صوته قوي وبيزرخ وبتاع، لان هو ما عندوش الحجه الكافيه المنطقيه اللي هو يقنعك بيها، فهو مش قادر يقنعنا، هو مش قادر يتكلم معانا بالمنطق، لان هو اصلا دينه ما فيهوش منطق عشان يتكلم بيه، كلها خرافات وخزعبلات وهو بيدافع عنها وما عندوش حجج منطقيه يتكلم بيها. ده رايي، خيبه يعني. بالضبط بالضبط، يعني حجة من لا حجة له هو الإقصاء مباشر، يعني إقصاء الآخر، يعني اللي لا يملك حجة فسهل جدا إقصاء الآخر. أخي أحمد، خلينا نبدأ بموضوعنا. يعني نحن تكلمنا في المرة السابقة عن حياة محمد المكية، خلينا في منذ قبل ولادته حتى ولادته حتى وصول دعوته الى الهجره. خلينا نقول، انا في سؤال بس عشان ندخل مدخل في الموضوع، ونحن حكينا وحكينا على سيدنا محمد، على شخص محمد، يعني الشخصيه التاريخيه اللي حكونا وقدسوها الناس، وبسبب شايفين الخراب والدمار والارهاب اللي حاصل. برايك يعني لما تزوج، هو اول زوجه كانت له اكبر منه ب 15 سنه تقريبا، زوجته، بعد وفاتها وانتقاله الى المدينه، تزوج يعني الى النقيض، يعني من امراه تكبر تعتبر امه، الى طفله صغيره كان عمره 3، اخذ طفله عمره 9 سنين، يعني هو قرب ال6 سنين ودخل عليها بال9. اعطيني رايك كيف تحلل الشخصيه؟ تفضل. الحقيقه انا شايف ان زواجه من خديجه اللي اكبر منه ب 15 سنه دوت كان عامل زي الغريق اللي بيتعلق بقشايه زي ما بيقولوا. يعني هو كان وضعه وموقفه ضعيف بسبب انكار نسب قريش ليه. يعني قريش كانوا بينكروا نسبه، فده كان مخليه حاسس بالمذله وبالاهانه، وان هو دايما عايز يبقى انا منهم، انا من قريش، انا من بني هاشم، انا فاكر. وبعدين رفض برضو عمه، وقلنا ده في المره اللي فاتت، رفض عمه ان هو يجوزه بنته، برضو ده كسر نفسه. فلما لقى ست، واخد بالك، هتعوضه حنان الام، وهتخليه يشتغل معاها في التجاره بتاعتها، وهيعيش حياه كريمه، وهتخلي بالها منه. طب واحد لواحد في ظروفه طبعا طقنا جاي، يعني هترفعني الست دي، هترفعني وهعيش حياه كريمه وهتحميني، وبدل ما انا برعى لي معزتين في الصحراء اهو برضو اروح الشام وارجع وهتفسح وبتاع، واخد بالك، والدنيا بيس والدنيا قشطه وكده. طب ليه لا؟ واخد بالك. فده كانت زواج المصلحه، وهي كانت عشرتها معاه طيبه وعشان كده استمر معاها. ف وطبعا لما هو اعتقد ان هو جاله مص شيطاني، وراح يقول لها انا جالي مص شيطاني وانا شفت واحد بيقول لي اقرا وبتاع، فقال لا انت نبي، فدعمته اكتر ووقفت جنبه اكتر وبتاع. ده بالنسبه لخديجه. لما بقى الوضع اتغير، هو طبعا بعد موت خديجه تحول محمد الى انسان متطرف، من بعد ما كان وادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه لكم دينكم ولي ديني، وكل الكلام الجميل اللي فيه تسامح اللي فيه، ابتدى بقى خديجه ماتت وهو ساب مكه،
ابتدى يتحول طبعا وبقى انسان تاني، انسان قوي بقى، وانسان عنده جيش، وانسان عنده، واخد بالك، يقدر يتجوز دي ويقدر يتجوز دي وكل حاجه. طبعا زي ما قلنا قبل كده، لما بيحتاج ان هو يخلص امر او يخلص مصلحه ادي له واحد ايه، فادي له واحد ايه، دي كانت بتمشي اي حاجه، كل ما تتزنق ادي له واحد ايه، فهو كان بيمشي اموره كده. واخد بال حضرتك؟ عايز يتجوز مرات ابنه بالتبني، ظرفها الايه اتجوزها، عائشه نظرفها ايه، عادي نتجوز، هي ما دام ابوها موافق وبتاع ما ناخدها استمتع بيها. وكانت بالنسبه له بقى ايه، هي كانت الطفله المدلله لابو بكر، ابو بكر كان بيدللها وكان بيجيب لها لعب وكان بكده، فكانت الطفله المدلله بقى خدها هو عنده، واخد بالك، وبقى يشوف فيها وهي بتلعب وسعيده بطفولتها، الطفوله اللي هو انحرم منها. واخد بال حضرتك؟ فده بالنسبه للزيجتين يعني، خديجه وعائشه يعني. أخو أحمد، يعني هلا نحن شفنا بالكتب الإسلامية وبالروايات الإسلامية يعني محمد ساوش يعني منقطع النظير بالأخلاق، منقطع النظير بالتقوى، منقطع النظير بكل الصفات الحميدة. برأيك هل الواقع يعكس هذا الأمر؟ يعني هل سيرة محمد تقول هذا الكلام؟ إذا شلنا الشعارات الإسلامية، خلينا نقول شلنا الحكم التقديسي عن محمد، للأسف هذا هو الواقع. تفضل. للأسف السيرة، إن السيرة سيرة محمد ما بتقولش إن كده يعني، أنا مش عارف هما بيدعوا الادعاء ده إزاي. القصص اللي موجودة في السيرة النبوية، زي مثلا هديك مثال بسيط، والكلام ده ما حدش يقدر ينكره، الكلام ده في كتبهم وفي كتب التراث الإسلامي. لما فتح مكة، واخد بال حضرتك، لما فتح مكة ودخل مكة، عفى عن هند زوجة أبي سفيان، وعفى عن خالد بن الوليد اللي أغار على قبيلة مسلمة بحالها وقتلها جميعا، قتلهم كلهم خالد بن الوليد. رفع محمد، رفع إيديه للسماء وقال ربي إني أبرأ لك مما فعل خالد 3 مرات. طب الله، انت عافيت عن هند زوجة ابي سفيان، وقلت من دخل دار ابي سفيان فهو امن، عشان دول انت محتاجهم بعد كده، ما دول الامويين اللي هيمشوا لك الليله بعد كده، انت لسه عايز توسعات بقى، انت مش على قد مكه، انت عايز تمسك الجزيره كلها، فانت عارف ان دول لهم اهميه. خالد بن الوليد قائد عسكري قوي ومحتاجه في الفتوحات وفي ان هو يجيب له فلوس وخيرات. تعالى بقى للامراه المخزوميه اللي هي سرقت حليه من 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 سيدها، يعني قطع يدها الامراه المسكينه الغلبانه المخزوميه دي، قطع يدها لانها سرقت. جاريه ابن خطل قتلها، وقتل ابن خطل متعلقا باسطار الكعبه لمجرد ان هم قالوا بيت شعر هجاء فيه. طب الله، اين اسس العداله؟ انتم تدعون ان الاسلام مبني على اسس، ومحمد ارسى اسس العداله والرحمه أين هي؟ لا، أنا شايف إن القصص ديت بتورينا إن هو كان بيشوف مصلحته فين. والله أنا مصلحتي مع أبو سفيان وهند، من دخل دار أبو سفيان فهو آمن. أنا محتاج خالد بن الوليد عشان فتوحات، وعشان هو قائد عسكري ناجح وهيقدر يجيب لي فلوس وغلة وبتاع ويكبر لي البزنس، يبقى مع إنه أغار على قبيلة مسلمة كاملة وقتلهم جميعاً، خلاص يا رب سامحه، أنا بريء من اللي هو عمله. لكن الامراه المخزوميه عشان سرقت مثلا، عشان تاكل عيالها ولا حاجه، ولا اللي قال بيت هجاء شعر هجاء فيه، لا، ذبح امه، اقتله. طب اين العداله؟ اين المنطق؟ هو ده العدل؟ هو ده اللي انتوا بتقولوا عليه عادل وارسى اس العدل والسلام؟ فين السلام؟ هو انت يعني، هي الرساله مغزاها ايه؟ ذبح واكل وفلوس وبزنس وجزيه وخراج، ولا انت جاي تقول ان في اله وعبود الاله ده وخليك يعني، ما انا مش عارف، لازم يعني، انا بالنسبه لي لازم ميك سنس، الموضوع غير منطقي تماما بالمره. وعن بالفعل هو لو 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 محمد مثلا كان دينه سلام، يعني كان شفنا الثمره تبعت الشجره، يعني كان شفنا السلام موجود. ولكن للاسف اين محل الاسلام؟ حل الخراب، حل الدمار، حل الحرب، حل يعني اشياء كثير حملت مكان السلام والامن يعني. طيب اخي احمد،
إذا فيك تحدثنا عن أول حرب لمحمد، هي وهي معركة بدر طبعا. يا باشا هي حرب واحدة. وأسباب باقي الحروب يعني سبب هالحرب هي، حدثنا عنها، حدثنا عن فكرة الحرب هي ليش وكيف صارت وباقي الحروب كمان، حروب محمد عموما. شوف يا باشا، التاريخ بتاعهم بيقول إن آخر 8 سنين في حياة محمد في من 70 ل 90 حرب وغزوة. يعني لو هتقسمهم على 8 سنين هيطلع بمعدل كل شهر في حرب أو غزوة. طب أنا يا أخي راضي ذمتك، يعني أنت جاي بالهداية والسلام والمحبة، وفين الكلام اللي كنت بتقوله قبل الهجرة؟ ما أنت وأنت في مكة، ولا أنت جاي عشان كل شهر حرب؟ أنت كل شهر بتعمل حرب؟ ما هو بيزنس. ما أنا أقول لحضرتك على حاجة، لما هاجر النبي إلى المدينة وراح دخل هناك، كان في مين في المدينة؟ كان في اليهود، خيبر وبني قيقعان والقبائل اليهودية دي، دول كانوا تجار ومعهم فلوس وناس تمام يعني. وكان في الأوس والخزرج المختلفين، واخد بالك؟ هو أول حاجة عملها أبو بكر قال له: بص يا محمد، أنت تروح للقبائل دي وتحاول تعمل معهم كده فريندشيب وتصاحبهم، علشان احنا نقدر ايه نقوي شوكتنا ونعمل لنا جيش. بدأ محمد يروح للقبائل ويحاول يتحاور معها ويتكلم معها. راح مثلا لقبيلة شيبان، قبيلة شيبان لما اتكلم معاهم وقال لهم وهنروح مكة وهنفتحها والحكاية والرواية وهنعمل جيش وبتاع، قال لهم لا، احنا ده ضد شرف القبيلة، احنا ما نقدرش نساعد واحد ضد اهله ونخليه يروح يهور على اهله، ورفضت قبيلة شيبان. طيب مين اللي يعمل كده؟ الصعاليق. مين الصعاليق؟ الصعاليق دول ما هم الا ناس مطاريد، زي عندنا في مصر المطاريد بتوع الجبل في الصعيد كده، الناس اللي بتسكن الجبال دي تبقى عاملين مصايب سودة في بلادهم، فيقوم البلاد تطردهم بره البلد، يقوم يروحوا يعملوا ايه؟ يروحوا يعيشوا في الجبال في كهوف كده، ويشتغلوا بقى ايه؟ حرفة البلطجة. قبيلة قافلة معدية مثلا رايحة بتجار للشام، يوقفها ويثبتها وياخد اللي معاها، يغير على قبيلة وياخد الستات اللي فيها ويبيعهم سبايا. دي كان شغلة الصعاليق. اول ناس اتفق معاهم الصعاليق، واخد بال حضرتك؟ احنا هنبقى مع بعضينا وهنعمل البيزنس ده سوا، وهنغير على القبائل دي سوا، وهنعمل احلى فلوس وهنعمل احلى فكه وبتاع. ودي اول ناس اتحدت مع محمد. بعد كده راح للاوس والخزرج وقال لهم على فكره ان احنا نفتح مكه وان احنا نقوي جيشنا، واخى بينهم، وكان في بيعه العقبه الاولى وبيعه العقبه الثانيه، وبيعه العقبه الثانيه دي كانت بيعه على الدم. يعني هو في نيته ان هو يروح ينتقم من قريش ديت اللي ما رضوش يسمعوه، اللي انكروا نسبه، اللي عملوه وحش، اللي هاجر وساب بلده بسببهم. فصلح بينهم وعمل بقى ايه لنفسه جيش يستعد بقى للقتال وللانتقام من قريش، واخد بال حضرتك؟ ف مفيش، انا يعني انا لما افكر مفيش، لو هنعتقد، لو انا لا اعتقد في اله، انا انسان ملحد، بس انا اقول لو هنفترض ان في اله لهذا الكون وهيبعت، هيختار انسان من ضمن البشر دول ويبعته عشان يوصل رساله معينه، مع ان لو في اله هو المفروض ان هو يكون قادر على انه توصيل الرساله مباشره للمخلوقات بتاعته، واخد بال حضرتك؟ ينزل بقى سوفت وير في دماغهم، يبعت لهم اشعاع معين. مش محتاجين احنا انك تختار واحد تبعته برساله، يعني انت اله قادر، او الطفل يتولد متبرمج على طاعه هذا الاله. لكن ما علينا، احنا هنفترض زي ما المسلمين بيفترضوا ان ايه، ان اله اختار شخصه وبتاع. هل إن, ان ان الشخص اللي الاله اختاره ده عشان يوصل الرساله، كل غايته وكل اللي هو عاوزه وعاوز يوصل له الانتقام من قومه اللي انكروا نسبه، وان هو يبقى قائد عسكري، وان هو يعمل امبراطورية، وان هو يلم الزكاة والجزية والخراج ويعمل فلوس ويعمل بيزنس؟ الله، طب ما ده يتنافى مع 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 مع, مع النبوة. يعني النبوة دي حاجة المفروض انها سامية وراقية كده، تبعد تماما عن شهوة النساء وانك تتجوز 100 واحده، وتبعد تماما على انك تجمع المال وتقتل وتسبي يعني نبوه دي. يعني هتلر ولا نبي؟ ما انت فهمني، دي مش داخله دماغي. يعني حاول تفكر انت كمان، اللي بيسمعنا حاول تفكر كده. هل هي دي نبوه؟ يعني هل الافعال اللي هو كان بيعملها هل دي افعال نبي؟ يعني انا مش عارف،
واخد بال حضرتك، دخل مكة واغتال الشاعر كعب بن الأشرف، ويعني وقتل قتل ودبح ودبح وبتاع. هو عمل لما راح مكة، هو ما قتلهمش كلهم، هو اللي عمله ايه؟ حطم الأصنام واخد بالك، وفرض بقى سيطرته. بصوا بقى، هي هتمشي كده، هتدفع الجزية يا هتسلم، وتبقى في برضه زكاه هتدفعها. الموضوع كله بيزنس يا مان، كله بيزنس، واخد بال حضرتك. ايه تاني نتكلم عنه؟ لما راح مكه تحول تماما 180 درجه. يعني الراجل أخي بعد ما يعني هلا هلا مثلا صفات النبوه، مثل ما تحدثت انت حضرتك انه النبي اللي جاي مثلا، يعني هلا عنده في وقت واحد كان يقولوا من 9 نسوة، وكان يمشي عليهم يدير عليهم بليله واحده في ساعه واحده بغسل واحد، بهالحكي هذا للاسف يعني مخجل يعني. وهالحروب اذا حرب يعني حرب، نفسيه الحرب لحتى انسان يطلع من نفسيه الحرب بده سنين يعني. فهالانسان هذا يعني انا ما عم بقدر اتصور كيف بقدر يعني جاي للسلام وللخير، ولا جاي للنساء والعطور والحروب، يعني كيف كان يوفر الوقت اصلا؟ من اين له الوقت بالظبط كده؟ ما هي شيء غير منطقي. وبعدين اللغه تغيرت تماما، واصبح لا يتكلم عن قريش نهائيا. ما هو ليه بقى ما بقاش يتكلم لما راح المدينه؟ ما بقاش يتكلم عن قريش. هو عايز دلوقتي، هو خلاص فيلم قريش دعه جانبا، انا عايز اعمل جيش بقى، انا عايز اعمل جيش واعمل قوه عشان اروح بقى ايه كيك دراس واخد بحقي وانتقم. فهو دلوقتي القران ما بقاش يجيب شير قريش بقى، في اللي هو العيد المدنيه ما عادش بقى الكلام ده. والوحي بقى ما عادش بقى بيدافع عن محمد، وما عادش بيقول ان محمد ده رسول وان محمد ده مش مجنون. لا، الكلام ما بقاش كده بقى، الكلام ما بقاش كده خالص. اصبحت لغه القران تتكلم عن اليهود، وابتدى بقى ايه؟ ابتدى بقى ايه؟ يتكلم بقى عن اليهود. ما هو عايز اليهود يبقوا في صفه، وان انتوا اصحاب دين، وان انتوا اصحاب رساله، وان هو ايه؟ يجيبهم في صفه وياخد ويجيب عطف، ياخد عطفهم يعني، ويبقى يبقوا معاه يعني، يضمهم لصفه. كانوا تجار وكانوا معاهم فلوس. فالغريب بقى ان هي بعد اول حرب، واخد بالك، هو محتاج بقى لمساكن للصعاليق وللاوس والخزرج، دول اللي بيحاربوا جنبه دول وبيساعدوه. يروح مطفش اليهود من المدينه، يروح متلكك لهم كده وعامل لهم تلكيكه، واخد بالك، ويروح مطفشهم ومدبحهم ومقتلهم وبتاع. طب فين اخلاق النبوه؟ فين الرحمه والتسامح؟ طب مش دول اليهود اللي انت قلت ان دول اصحاب رساله، وان دول ناس كويسه، وان لما احتجت ان انت تجيب صعاليقك يسكنوا المدينه رحت مطفشهم؟ طبعا قبيله بني غفار اللي هي منها ابو ذر الغفاري جت هاجرت المدينه وانضمت لجيش الصعاليق، واخد بالك. فبقت بقى محتاج ابارتمنتس، محتاج هاوسنج ليهم. يا احمد، ممكن تحكي لنا عن زوجات وسبايا وعبيد محمد، وخصوصا قصة زواجه من ابنته، يعني من ابن مرت زوجته، مرت أسد، مرت ابنه يعني. طب دي عايزة سجارة، اجيب سجارة بس. يلا ولا يهمك. يعني بالفعل يعني انا اتعجب كيف النبي همه الوحيد الزواج، ولا يعني زوجة ابنه اللي لازم تعتبر كبنته يحط عينه عليها يعني. فانا انا 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 استغرب من هكذا عقليه، واستغرب من الناس اللي يقدسون هكذا انسان. يعني للاسف كيف تقدس انسان انت يعني شايفه انه خلى ابنه يطلق مرته عشان هو ياخذها؟ يعني كيف انت بتقدر؟ المنطق، اين المنطق؟ اكزاكتلي. بص يا سيدي، هو واضح طبعا جدا من سيرته ان هو كان يعشق النساء وعشق النساء. انا نفسي انا بحب الستات، واخد بالك، مفيش رجل مكتمل الرجوله ما يحبش الستات، ده شيء طبيعي فينا كبشر كرجال يعني، واخد بالك. ده مش حاجه غلط، لا تعيب الانسان كانسان، انما تعيب الانسان كرسول، لان انت جاي برساله
مش 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 اول بقى ما نفوذك تقوى بقى وتروح المدينه وتعمل جيش وتعمل بتاع خلاص تدورها بقى زيجات وبتاع. طب وانت فاضي للزيجات ولا فاضي لنشر الدعوه والسلام والكلام من طبعا كلام غير منطقي. بالنسبه لبنت لمراد زايد، هو راح البيت عند بيت ابنه مره وابنه ما كانش موجود، فخبط على الباب ففتحت له زوجة ابنه واخد بالك، فقالت له هو مش موجود واخد بالك، ولما يجي بلغه ان انت جيت. ف بتقول بقى هي لما جوزها جاي بتقول له انا شفت ان هو لما خرج من البيت قعد على باب البيت وقعد يبكي من الوله يعني من شده الاعجاب بيها. ويقال ان هذه السيده كانت سيده جميله وكانت حاجه ملصلصه كده زي ما بنقول في مصر يعني مزه يعني واخد بالك. فطبعا عجبته جدا عجبته جدا وحس بقى بالعشق ناحيتها وقعد على باب البيت يقول فيها شعر بقى وايه الجمال ده وايه الحلاوه دي وبتاع، لدرجه ان هي شافت دموعه فقالت له كده. فراح بقى يجري عليه، ما هو نبي بقى، راح يجري عليه قال له انا طلقها لك، انا طلقها لك دلوقتي، انت رسول الله وانا اي حاجه اعملها علشان. فقال له لا يعني ايه مش عارف احفظ عليك زوجك ولا يعني خليها معاك يعني ما تك عليك زوجك يعني خد بالك لغايه لما يظبط الايه يا معلم، ما في ايه لازم تتظرف. هو معقول هتبقى كده اصل هي وش كده هتبقى باينه قوي، فلا لا خليه معاك مراتك لغايه بس ما تكتك للايه لغايه لما الوحي بالضبط حتى نحط الخطه يعني حتى نعمل الخطه. فطبعا راح مظبط الايه وراح ظرف الايه، راح المعلم مطلقها وراح متجوزها. طيب يعني اي نبي واي رساله واي اله واي منطق يعني، هو انت هو اللي بيكلمكم ده واحد مثلا مولود كنت مولود يهودي مثلا فبكرهكم؟ لا، انا مجرد ان انا جيت في فتره من حياتي شغلت عقلي وابتديت ان انا اسال طب ازاي طب ليه يعني ليه ده ليه كده يعني ازاي يعمل كده يعني ده مش منطقي. فده بالنسبه لزواجه من مرات زايد يعني هو نبي ويعمل اللي هو عايزه بقى ياخد توكيل. انت زعيم وتعمل اللي انت عايزه ولا راي عادل امام؟ بالضبط ياخد توكيل يعني ما عليه حرج. طيب اخي احمد يعني على هو تحكي لنا على غزوه بني قريظه وزواج محمد بن صفيه بنت حيي، يعني هالمأساة الحقيقة المأساة اليوم تجي تقتل كل أقارب ويعني من ضمنهم الأب والأخ والزوج والخال والعم والجيران وكل هالناس هاي، وفي نفس الليلة تدخل عليها على إنسانة بعد ما قتلت كل أقاربها وأهلها وناسها وتعملها أم المؤمنين، يعني كيف هالإيمان اللي نزل على قلب هالإنسان المسكين الحزين المفجوعة بأهله في لحظة من 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 الإلهام يعني؟ تفضل لو تشرح لنا يا تفضل أخي أحمد. هي أنا أزعم إن صفية دي أكيد موزة برضه، يعني هي أكيد كانت، لأن هي لو مش موزة لو مش حلت في عينه ما كانش انتبه أصلا واخد بالك. هو كان كل الموضوع إن هو الجيش كتر والصعاليق اللي هو بيستخدمهم في الغزوات في جمع الجزيه وفي الربح تربح من الاغاره على القوافل ومن السبي والكلام من ده، الناس دي عايزه مكان وعايزه تسكن وبتاع، وبعدين اليهود بقى وقفلوا في الزور بقى عايز يتخلص من هؤلاء اليهود ويدي مساحه للجيش والصعاليق والناس دي تسكن وتعيش واخد بالك. يعني مش عارف يعني احنا بشر بنحس وعندنا مشاعر وبتاع، ازاي تقتل اهلها وبعدين تاخدها لا والمسلمين يقول لك ايه ده هي كانت راضيه، يعني اي منطق يعني ايه كانت راضيه يعني تخيلها انت كده لحد من اهلك مثلا يحصل له موقف زي ده، ازاي هتبقى الست دي راضيه يعني اي منطق واي عقل يقول الكلام ده وازاي انت مصدق الكلام ده؟ طبعا خدها واخد بالك بعد ما قتلهم وخدها ودخل عليها والموضوع كله ايه اكل وتلهط الفلوس والخيرات بعد وتاخد النسوان تنام معاها. نبوه مين يعمل حاجه؟ نبوه مين؟ يعني انا مش شايف اي نبوه في الموضوع خالص.
واخد بالك، غير ان الموضوع كان بيزنس، وكان زي عندنا هنا في امريكا تلاقي مثلا بعض الاحياء الامريكيه حتت معينه كده جماعات بيعملوا زي مافيا مع بعض، مافيا مع بعض، واخد بالك، وبيبتدوا يغيروا بقى على محلات وعلى شوبينج سنترز يسرقوها وبتاع، نفس الفكره. يبقى دول انبياء الناس دي، الجانجسترز دول، يعني الجانجسترز دول يبقى نبي ازاي يعني؟ باي منطق يعني؟ انا مش عارف. وبعدين مكه دي قبل فتح مكه، مكه دي كان فيها ديانات كتيره، وكان كل اللي عايز يعبد حاجه بيعبدها، وكان في نوع من التسامح والسماحه بينهم كده، لا حد بيجادج حد، ولا حد بيقول لحد انت مش بتامن بديني وانت بتامن بدين مختلف عني، لا، كل واحد حر بيروح ما بيروح عند الكعبه ويعبد اللي عايز يعبده، اللي مسيحي مسيحي، واللي يهودي يهودي، واللي وثني وثني، واللي ومحدش بيعترض لحد. دخل قلب الترابيزه، لا هو بقى ده نظامي، واخد بالك، وهو من هنا ورايح اللعب كده يا اولاد اللذين، ماي واي اور ذا هاي واي زي ما بيقولوا، يعني هو ده نظامي، ماي واي اور ذا هاي واي، مفيش محطم الاصنام ومكسر الدنيا وفرتك العالم وبتاع وفرض جزيه وفرض بتاع. طب واللي مش عايز يا عم يؤمن بيك، اللي شايف، اللي مش مقتنع برسالتك يعمل ايه؟ تموته؟ تاخد فلوسه؟ تاخد مراته؟ انا مش فاهم يعني دين ايه وتسامح ايه اللي بتتكلم فيه. المشكله يا اخي جون، ان المشكله الحقيقيه، انا شايف ان مشكله الاسلام الحقيقيه جت بعد وفاه محمد. اللي احنا بنعانيه الايام اللي احنا فيها دي، ومن من 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 تدهور لبلادنا العربيه وخراب وقتل وارهاب. لسه امبارح حادثه في الغردقه، وسياح، اربع سياح اتصابوا امبارح، كل ده سببه بعد وفاه محمد. ليه بقى؟ محمد طرد اخر يهود قبل ما يموت باربع سنين، واخد بالك؟ وبعدين جم قالوا ايه؟ قالوا ان هو مات واحده يهوديه سمته، حطت له السم في الاكل. طب ما انت ماشي اليهود، اخر يهودي طالع من المدينه اربع سنين قبل ما تموت، يبقى ازاي واحده يهوديه سمتك؟ فالكلام ده doesn't make sense. انا عايز اتكلم في الموضوع ده لان انا شايف ان الموضوع ده هو سبب البلاوي السوداء اللي بلادنا فيها الايام دي، اللي هي ايه؟ بعد وفاته، اللي هو الكلام اللي جه يتكلم عليه اسلام البحيري وحبسوه. اسلام البحيري لما يتطرق لمحمد شخصيا او القران شخصيا، لانه عارف العواقب هتكون ازاي. وانا ازعم انه ممكن يكون اسلام ملحد، بس انا مش عايز اتطرق لده. بس الراجل اتكلم عن ايه بقى؟ انتقد ايه؟ انتقد بعد وفاته اللي هي سيرته. على كل حال اخي احمد، نحن راح نجي على الموضوع، موضوع تسميم محمد وبعد وفاته، اكيد راح نرجع للموضوع. تمام. الاخ اسلام بن البحيري انا متاكد هو ملحد، ولا واغلب المفكرين اللي يطلعوا على اساس انهم مسلم كيوت، يعني انا متاكد من الحادهم يعني. ف المشكله انه السيف الجبان، هذا السيف المسلط على رقاب الناس، هذا السيف الجبان خلى الناس ما تقدر تحكي تقول بصراحه نحن ملحدين. ف بس خلينا اخي احمد نجي على الايات اللي كانت تخص شخصيه محمد، مثلا آية المسد وغير المسد، يعني اللي كانت تخص شخصية محمد، لآيات النكاح اللي تخص شخصية محمد، شو رأيك في هالآيات هاي وسبب نزولها يعني، وشو هالإله اللي يرسل رسالة الأخيرة للبشر تحوي على هكذا أمور؟ يعني اليوم الله بده يسكر الدكان، تبعه، بده يبعث آخر رسالة عشان الإنسانية تصير بأمان وتحوي كل هالكم هذا من الشتائم والقاذورات هي، وشتائم تخص يعني شخص واحد، هو الساعي البريد، يعني بدنا نسميه صاحب الرسالة ساعي بريد، يعني يجي يعطي الرسالة ويمشي. المفروض يكون هي شغلة الرسول يعني. بس المشكلة الدين والرسالة الأخيرة لإله محمد تمحورت على الشخصية وعلى أفعاله الفردية، يعني خلينا نقول الجنسية والأكل والشرب وبسطه، خلينا نقول. تفضل. طبعا
طبعا كلامك مظبوط، يعني المفروض ان هم بيزعموا ان دي اخر الرسالات واخر الاديان، وان المفروض ما دام هي اخر الرسالات واخر الاديان يكون فيها كل شيء الانسان محتاجه، وما تبقاش ما هي الا تعبير عن اهواء محمد وغرائز محمد ورغبته في النساء يعني وجمع المال. ف انا شايف ان محمد كان ليه شخصيتين. الشخصيه الثانيه ظهرت طبعا لما راح للمدينه، وبان قد ايه هو انسان، بان قد ايه هو انسان بشري، ليه غرائز وليه شهوات عايز يحققها، وعايز ينتقم من قومه اللي كانوا رافضينه ولافظينه، والموضوع كان كله نساء، وكل ما يشوف ست عايز يتجوزها يتجوزها، لدرجه ان المقوقس بتاع مصر لما محمد بعت له رساله ان هو هيجي مصر بعت له واحده ست. يعني هو عارف عارف ديته ايه يعني، يعني هو عارف ان اللي هيسكته او ده يمكن يسكته لما بعت له ساره، واخد بالك؟ فالموضوع كان كله عن اهوائه وعن رغباته وعن اللي هو عاوزه، وتكوين امبراطوريه عسكريه الغرض منها جمع المال والسطوه، يعني ليس لها علاقه باله او بوجود اله. وانا مش شايف ان في اي نوع من التسامح هنا او المحبه او كده، لان التسامح ايه ومحبه ايه وانت عامل في اخر 8 سنين من حياتك 90 غزوه، يعني كمان مان 90 غزوه، يعني كل شهر بتعمل غزوه بتعمل حرب بتقتل فيها اللي تقتله وعامل بالدوره. ها؟ وعامل مثل الفتوة، فتوة الحارة يعني، أو بالظبط شابه بالظبط، يعني هي الموضوع كان كله بلطجة يعني وفرض سيطرة وبتاع. أنا مش شايف إن دي تصرفات نبي نهائي. طب شو رأيك بآيات الشتم يعني، مثل المسد عمه غضب عليه مثلا أو حكاه كلمة من المسد، و في جيديها حبل من مسد. ما هو اللي كان بيضايقه كان بيظرف واحد آية حضرتك، يعني اي حد يضايقه يروح يظرفه واحد اي شتيمه. طب هل لو في اله، هل الاله ده هيشتم؟ يعني بالمنطق، يعني اي حد يفكر بالمنطق بيسمعنا اسال نفسك، هل الاله اللي خلق الكون الكبير ده كله هل هينزل ايات فيها شتيمه؟ طبعا مستحيل. وهل هيتكلم عن شخص بعينه؟ هو في كام شخص اتولد على الارض دي من 4.5 مليار سنه؟ يعني وش معنى الراجل ده ابو لهب وابو جهل والناس دي هي اللي نزل لها ايات شتيمه وبتاع؟ المفروض ان القران ده جاي للبشريه كلها، يعني خد بالك. اشتم بقى هتلر، طب ما فيش انا اشتمه في هتلر ليه اللي حرق اليهود؟ عايزين ايه لو سمحت؟ هو برضه قاتل وراجل مش كويس. عايزين ايه شتيمه في مين مش كويس؟ اي حد عمل ظلم للبشريه مثلا زي الاسد ولا وريفر، واخد بالك؟ عايزين آية في الراجل ده برضه، الناس اللي مش كويسة دي. هو لو في منطق كان بشار هلا صار يعني علكة في القرآن، بس للأسف ما في منطق لا بالإسلام ولا أتباع الإسلام، وحتى بشار هو تابع من أتباع محمد. يعني أنا كتبت على صفحتي على الفيسبوك في إحدى الأيام إنه إذا كان في شخص يمثل محمد في هذا العصر فهو بشار، وهو تابع من أتباع ابن عمه يعني ابن عمي علي. للأسف يعني كان الوضع كله مسألة لعبة وخرافة وسياسة وجنس ومسخرة للأسف يا باشا. حياة الملايين كلها لا تعني شيء لمحمد، لا تعني حاجة. تفضل. هو بدأ مع قريش ديت، بدأ معاهم بالدعوة بالتسامح الأول، واخد بالك؟ بالراحه كده، ولو سمحتوا يا جماعه واسمعوني وفي اله وانا رسول وبتاع، واخد بالك؟ طبعا قريش دي ما سمعتوش خالص، راح متحول بعد كده للدرجه اللي بعد، قال لك ده مش نافع. طب لما ايه اقول لهم كلمتين كده، ايه اثبتهم بيهم كلمتين حلوين كده يمكن يرضوا عني. طبعا ايات الغرانيق والكلام من ده طبعا برضو ما جابش نتيجه. راح مكه بقى وعمل لهم جيش، ما هو مصمم، هم مش عايزين يقبلوه هم رافضينه، واخد بالك؟ وهو ده هيجننه، هي مشكله حياه قريش اللي هي رافضاه من البدايه، من هو طفل ده، من اول ما اتولد وبعتينه بره، واخد بالك؟ فهو عنده مشكله كبيره معاهم، مشكله نفسيه. راح بقى راح المدينه بقى
وظبط الصعاليك وظبط الاوس والخزرج وظبط الجيش اللي 100 100 وراح لهم بقى تعالوا بقى. وبعدين لما دخل لهم بقى يا معلم انا بقى فرض سيطره وانا هتمشي زي ما انا عايز. وطبعا واضح جدا 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 ان هو ما كانش عادل في في مع الناس هناك، يعني ناس قتله يسامحهم وناس مساكين غلابه ولا واحده قالت بيت شعر يقتلها. طب اين العدل؟ يعني هي دي ارساء اسس ومبادئ العدل في الدين؟ طبعا كلام فارغ وكلام كلام غير منطقي خالص خالص نهائي يعني، واخد بالك؟ ف انا ضد ان ممكن انا ضد ان فكره الرساله في الوقت دي مش دي ده مش اخلاق رسول ومش رساله ومش دين، مش ده مش من عند اله، لا مش مستحيل يعني. بكل تأكيد هي أخلاق رئيس عصابة ليس أكثر. أخي أحمد، نحن نحلل شخصية محمد كإنسان، برأيك هل تحمل شخصية محمد أي صفة حميدة أو إنسانية؟ وهل يمكن لأي قارئ حيادي لسيرته أن يعني يستخلص منها العبرة المفيدة والنصائح؟ تفضل. أين العبرة والنصيحة؟ أين العبرة والنصيحة أي فين؟ ما هو الكلام بالعقل يعني، الكلام بالعقل يعني أنا لو هقلده بقى انا هطلع بقى اشوف لي جوز مسدسات واطلع بقى اخد سبايا واشوف مره حلوه اتجوزها بالوقت الجوزها واروح بقى اسرق محلات وبتاع. ما هو ده اللي هو كان بيعمله. اين العبره من ايه يعني؟ مش فاهم فين العبره. العبره في الزواج من النساء؟ اخرب بيوت الناس عشان اتجوز مره عجباني؟ امسك طفله عندها 9 سنين وافخذها؟ كان طلع هي قالت كان يفخذني لان انا لسه ما بلغتش. يخرب بيت كده، ده حاجه ده جيزوز، ده مش ما ده مش ما طفلة، ده كلام بلان يعني. في اخد منه ايه؟ طب اديني حاجة يعني، يعني ايه اللي يتاخد منه كويس نصيحة يعني؟ انا شخصيا مش شايف اي شيء ممكن تاخده منه ينفع الادمية او الانسانية او البشرية. ايه اللي يتاخد؟ ما فيش حاجة. كل الكلام وكل السيرة عن غزوات وعن قتل وعن سبي نساء وعن جواز من صغيرة وعن اطلع واحد من مراته عشان اتجوز مراته، ده وحتى قبل ما يموت بدل ما الاله يبعت ايه او صوره فيها التعاليم وفيها القواعد اللي هنمشي عليها بعد وفاته، لا ده سابها عايمه كانت الطربة تولع. انا خدت اللي انا عايزه، واخد بالك؟ وولعوا بقى بعديه ولا موتوا بعض ولا بتاع. يا اخي النهارده يا اخي اليمن مولعه بموتوا بعض، العراق مولعه بموتوا بعض، سنه وشيعه يعني. اتكلمت عن كل حاجه، اتكلمت ازاي تتعامل مع مراتك في المحيض، واتكلمت مش عن كل صغيرك، وجيت على اهم شيء وسبته كده ان المسلمين يموتوا بعض. طبعا كلام غير منطقي، كلام غير منطقي بالمره يعني. يعني انا بتجيني تحضر لي ذاكره يعني، اشوف بتذكر عمرو خالد هو عم يبكي لا تعالوا ندخل على بيت الرسول، كيف كان يعامل زوجاته؟ شوفوا العبر والماء. شو بدك تاخذ؟ شو يعني شو بدك تاخذ من حياه رئيس عصابه يعني همه الوحيد يغزو وياخذ النساء ويسبي ويمارس الجنس مع عبيده؟ فأنا يعني بصدق أستغرب عن هذه العقول التي تقدس هذا الشخص وتدعو الناس أن تقدس هذا الشخص بعلم أو بغير علم، يعني يا بخبث أو بغباء، للأسف يعني للأسف الشديد. يعني إيه كان بيعمل زوجاته كويس؟ هو اللي يروح يتجوز على مراته كده هو بيعملها كويس؟ ده أكتر حاجة تقتل الست إن أنت تتجوز عليها يعني. هو ده تكريم المرأة إزاي بقى؟ يعني الست يبقى ليها زوج وليها بيت وليها اولاد، وجوزها ده اللي هو المفروض ان هو ملكها بتاعها يروح يتجوز يجيب لها واحده ست ثانيه ويجرح مشاعرها ويكسر نفسها وبتاع وكده، يبقى هو بيعامل الست كويس؟ طبعا كلام غير منطقي. ده كلام ما حدش يصدقه، ده انا ما صدقش الكلام بالضبط. يعني العداله، اين العداله اليوم؟ اليوم اذا بدك تتجوز 4 أو 2 خلينا نقول كل يوم عند وحده، في اطفال من هي واطفال من هي. يعني الطفل اذا ما شاف والده كل نهار عنده بحنان وشيء، كيف بده يتعلق بهذا وكيف بده يتربى؟ يعني كيف بده يتعلق بهذا الاب وكيف بده يتربى اذا نهار ونهار الثاني مو موجود عند زوجته الثانيه؟ للاسف يعني شيء غير منطقي نهائيا.
طيب أخي أحمد، خلينا ننتقل لسؤال ثاني. يعني احكي لنا عن وفاته، عن وفاة وعن الشخصية التي سممت الشاة التي أكل منها. يعني أنا مثل ما قلت أنت، أنا جد مستغرب يعني كيف يتسمم قبل 4 سنين، بعد 4 سنين يموت بالسم هذا. يعني أنا يا باشا، غير منطقي يعني. تفضل. كتب التراث بتقول ان اليهود طردهم محمد شر طرده وخلص عليهم خالص 4 سنين قبل وفاته. يبقى ازاي في امرأة يهودية اكل شكل من الشاه وسممته وحطت له سم في الاكل؟ طبعا ده مش مظبوط. اللي حصل ان محمد كان بيجهز جيش علشان يغزو يحارب الروم، وحط على الجيش دوت شاب عنده 20 سنة، اعتقد اسمه اسامة بن زيد بن حارثة. شاب ده كان صاحب علي، شاب صغير عنده 20 سنة. طبعا موضوع ان هو يعني همش او ترك عمر وابو بكر الناس الكبار دول وجاب عيل صغير عنده 20 سنة يبقى اهد، يعني يبقى قائد للجيش ده، طبعا ده جننهم. الجيش ده رايح يغير ورايح يسبي نساء ورايح يجمع خراج وزكاة وفلوس وبتاع، هتروح عليهم الفلوس دي فتجننوا، واخد بال حضرتك؟ طب انا هقول لحضرتك على حاجه. لما محمد على فراش الموت وطلب يكتب الوصيه بتاعته، ليه عمر بن الخطاب رفض ان هو يكتب وصيته وقال ما تجيبوش حاجه، ما تجيبوش حاجه، ده بيخرف، انه يهجر وبتاع. طب ما تسيب الراجل يكتب بالوصيه. طب ما يمكن الوصيه ديت محمد وهو على فراش الموت قرر ان هو يقول يا جماعه انا مش نبي ولا حاجه، وقرر ان هو مثلا انسانيته ضغط عليه وقرر ان هو يعترف بالحقيقه ويرحم الامه كلها اللي جايه من بعده انها تقتل بعضها وتموت بعضها والكلام من، وتسلك هذا النهج العدواني، واخد بالك؟ ليه ما سبتوش يكتب الوصيه؟ طبعا عمر خايف ان هو يقول ده انا كذا كذا، واخد بالك؟ مش عايز حد يعرف. وبعدين بمجرد وفاته سايبينه ورايحين السقيفه يتخانقوا على مين يحكم. اتقسموا لثلاث فرق، فرقه علي والعباس اللي هو عم النبي، وقالوا ان الخلافه لازم تكون في بيت النبي لعلي، وفرقه تانية ابو بكر وعمر قالوا لا ده احنا الاصحاب واحنا 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 اللي احق بالخلافه، وفرقه ثالثه اللي هم الاوس والخزرج، وطلع ابو عبيده اللي هو كان ابن عباده، سعد بن عباده اللي هو كان زعيم الخزرج ايامها، وقال لا احنا اللي ساعدناه واحنا اللي حاربنا معاه واحنا 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 اللي بنحقنا الخلافه. فطبعا عمر وابو بكر مصممين على الخلافه، واخد بالك؟ سعد بن عباده ساب المجلس ومشي، سابهم ومشي لانه رافض طبعا اللي هم بيقولوه دول، وراح رايح عمر عند علي في البيت وقال له انا هحرق البيت وهولع فيك، لدرجه ان هو بارزه بالسيف، عمر بارز علي بالسيف لغايه لما خلاص كان هيقتل علي. خلاص علي قال لك خلاص بقى هعمل ايه؟ خلاص ليت جو بقى امان، انا ده فيها ده راجل هيموتني. وبكده بقت الخلافه لابو بكر. سعد بن عباده بقى معلم بعد الحادثه ديت، بعدها بسنتين بعد جلسه السقيفه ديت والخناقه ديت، اتقتل في الشام بعدها بسنتين في ظروف غامضه. وفي التوقيت اللي عمر مسك الخلافه بعد ابو بكر، يعني ابو بكر مسك الخلافه سنتين وجي عمر مسك بعد الخلافه. فاول ما مسك عمر الخلافه زعيم قبيله الخزرج ده اللي هو سعد بن عباده اتقتل في الشام، بيقول لك اتقتل وهو يبول وهو بيتصير يعني. والغريب بيقول لك ان الجن هو اللي قتله. الجن قتله مين يا جدعان؟ هو الجن هيقتل ازاي؟ طب احنا عايشين اهو، خلي الجن يقتلني. الجن قتل. انتوا بتكلموا هبل ولا بتكلموا مين؟ الجن مين اللي هيقتل؟ وعلى فكره السيره ديت هي سبب الوحل البلاد العربيه فيه. ما انت دلوقتي تروح مصر، واكيد عندكم برضو في سوريا يا اخي جان، تلاقي مثلا في القرى في الارياف الحته اللي فيها جهل وفيها اميه يقول لك البيت ده ولع، الجن ولعه. لغايه النهارده في الايام اللي احنا فيها ده الواد دوت وقع في الترعه وغرق، ده الجن اللي زقه.
انا اصلا لحد الساعه هي يعني السهرات اللي كنا نسهرها على الجن يعني، ويقول لك هو كان ماشي بالليل واحد خبطه برافو عليك. بالصف، هو الجن خبطه وهالحكي يعني لا يطلب الدماغ، حكي يخوفين ولا اطفال يعني للاسف يعني، يعني يعجز اللسان على التعبير بصراحه. انا ماني قادران احكي يعني بهالموضوع هذا من كثر ما هو تافه وخرافي ومسيء للعقل الانساني بصراحه. تفضل. بالضبط، يعني احنا توارثنا هذه الخزعبلات والخرافات، ونعتقد فيها الى يومنا هذا. دول الغرب بتبحث كيفيه استغلال الدارك ماتر والدارك انرجي وماهيه الدارك ماتر وماهيه الدارك انرجي، واحنا بنتكلم لسه في الجن وفي العفاريت اللي بتحرق بيوت وبتزق العيال في الترعه وبتعمل حوادث كمان وبتخرب بيوت وبتخلي الناس تتطلق. الجن هو اللي بيعمل كده. ما هو سببه بقى الكلام ده، انا سببه الكلام اللي انا بحكيه لك ده، لما يجي عشان متغاظين منه وعشان ما رضاش يبايع ابو بكر وما رضاش يبايع عمر على الخلافه، يروحوا يقتلوه في الشام ويقول لك ان الجن اللي قتله وهو بيتصير. طب واشمعنى وهو بيتصير؟ يعني انا مش فاهم. طب وليه مش وهو نايم؟ طب ليه مش وهو واقف؟ طب اشمعنى وهو بيقول؟ يعني كلام فارغ يعني، واخد بالك؟ والكلام ده انا موجود في مؤرخ كاتب عنه اسمه ابن حجر، وموجود في البدايه والنهايه للي عايز يتاكد من المعلومه. وبعدين ده مش ده كمان قالوا ان الجن قال في بيت شعر، قال لك ايه بقى؟ لقد قتلنا السيد الخزرج سعد بن ابي عباده، رميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده. يا سلام، الجن بيشعر. الجن بيقول شعر يا مان. انا بصراحه يا احمد انا اكتب الشعر يعني، اخاف اكون جني يعني انا. يعني كلام غريب جدا. وعلى سيره دارك ماتر ودارك انرجي، اظن الدارك ماتر هو الجني والدارك انرجي هي الجنيه، بتزوج بعض ولا الكون للاسف. يعني خيبتنا تقيله قوي، خيبتنا تقيله 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 تقيله. يعني مش عارف اقول لك ايه، ان احنا نصدق في كلام زي ده، واخد بالك؟ كلام غير منطقي. وبعدين سايبينه بقى 3 ايام في فراش عائشه ميت، معتقدين ان هو هيبقى ليه كرامات او ان هو هيبقى ليه معجزات مثلا زي المسيح، ان هو مثلا هيقوم من الموت وهيصعد للسماء، فعشان كده سايبينه. بس لما لقوا بقى ان خلاص بقى ريحه الجثه طلعت، فاضطروا ان هم يدفنوه. وبعدين ابو بكر بقى بعد وفاه محمد غلط غلطه عمره، غلطه حياته، طلع يقول لهم ايه بقى؟ من كان يعبد محمد فمحمد قد مات، ومن كان يعبد الله فالله حي لا يموت. راحوا بقى الناس بقى اللي كانت مؤمنه بقى بمحمد، قالت لك بقى انا ايه، انا ليه خليني يا عم ادفع زكاه؟ ما الموضوع كان كله فلوس بزنس، وانا ادفع زكاه ليه؟ لا انا مسلم ومش هدفع زكاه. وخدوا جنب وطلع منهم رسلهم، يعني هم عملوا قرانهم وعملوا رسلهم والرسل بتوعهم وبتاع، ورجعت بقى تاني ايه للقبليه مره اخرى زي ما كانت. هم ما رجعوش يعبدوا الاصنام، بس هم بقى ايه خلعوا بقى من القصه دي، واخد بالك؟ قال لك ما هو دلوقتي غزوات، مش عدنا هنعمل غزوات ولا هنرجع بلادنا بفلوس. ايه اللي خلانا ندفع في زكاه وخراج وبتاع؟ احنا مالنا بالكلام ده يا معلم. فخرجوا بقى، ناس كتير خرجت عن الاسلام. يقوم يعمل ايه بقى المعلم؟ ما هو عايز لها حل، هو عايز يجد لها حل المشكله دي، ومشكله كبيره. ناس كتير تخرج من الاسلام بعد وفاه محمد، والقران مش لاقي فيه حل. راح جايب لك واحد اسمه ابو هريره. ابو هريره ده يا معلم كان شحات، شحات من اللي هم الناس اللي بس 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 قبل ما تبدا بابو حريره يعني تصليح، هو اسمه ابو حريره ليس ابو حريره. ابو حريره، ابو حريره ده دخل الاسلام متاخر، وعاش وكان مسلم اخر سنتين ونص في حياه محمد. واخر سنتين ونص في حياه محمد، محمد كان مشغول بالغزوات وبالنسوان وجواز النسوان وبتاع، هو فاضي يقعد مع ابو هريره؟ ابو حريره ده الراجل ده كان راجل غلبان، يروح الجامع يديله لقمه ياكلها، عمر كان يخبطه بالشلوت يخبطه بالصوت، يعني كان مهزأ يعني، ما كانش راجل ذو شأن يعني، واخد بالك؟ بس هم عايزين يلاقوا حل بقى، ان هم الناس اللي اخترقت الاسلام دي ترجع تاني. احنا كده هنخسر البيزنس يا معلم، البيزنس هيروح مننا كده، طب هنعمل ايه يا جدعان؟ احنا كده رايحين في داهيه. قال لك تعالى، انت كنت بتشوف النبي وبتاع، انت تظرفنا بقى واحد حديث. ما هو اظرف اللي كان بيظرف واحد ايه اتكل على الله، وهم عايزين يحلوا المشكله، فقال لك بقى هات ابو حريره يظرفنا واحد حديث. راح المعلم جاي يقول لك ايه بقى؟
اقول لك انا احاديثه، وكان لا والاحاديث ياكدها ابن عمر اللي هو عبد الله بن عمر، يعني ابو هريره يظهر في الحديث يروح ماكده مين؟ ابن عمر. يعني من كلها من داخل عمر وابو بكر، مفيش. وبعدين ايه؟ عائشه اللي هي بنت ابو بكر 2300 حديث، وتلاقي مثلا زوجه تانية من زوجات النبي 6 احاديث. طب اشمعنى عائشه 2300 حديث؟ واشمعنى ابو هريره 2500 حديث واخدين احاديث كتير، خدوا منهم 5 او 6000 حديث اللي بالازهر بيدرسهم. طب الله، طب وبقيت زوجاتي؟ ما هو عاش برضه مع زوجات تانية، حفصه ومش عارف ايه، فين الناس دي ما قالتش حديث زيكم كتير ليه؟ واخد بالك؟ ما بدل دينه فاقتلوه. وبعدين انتوا تاخدوا بالحديث ده النهارده ودايرين تقتلوا في الناس، ده يا عم ما جاش في القران. ده هم عايزين الناس اللي هربت دي من الزكاه ومن البتاع وخد، وبعد ما النبي مات عايزين يرجعوهم تاني، فجابوا الراجل ده يظرف احاديث واخد بالك ويمجد فيهم عشان يرجعوا الامبراطوريه، يقووا الامبراطوريه والناس ما تسيبش الاسلام. انت جاي النهارده تقول لي تاخد بكلام ابو هريره والناس دي؟ طبعا ما ينفعش. اخي احمد، في عندي سؤال اخير، يعني برايك انت، شخصيه محمد اللي اتت في القرون الوسطى وعاش فتره 63 سنه فقط، يعني شو تاثيره كان بعد وفاته على مجرى الاحداث اللي صارت بالخلافات الاسلاميه اللي توالت على المنطقه الشرق الاوسط شمال افريقيا وعلى العالم عموما؟ يعني الخلافات الاسلاميه خصوصا الامويه والعباسيه والفاطميه، بعدين جت العثمانيه، هل الخلافات هي شو اثرت على العالم؟ شو سارت بالعالم؟ شو كان تاثيرها لحد، خلينا نقول لحد الساعه هاي كمان، يعني تاثير الشخص هذا، شخصيه محمد؟ تفضل. ما طبعا هم واخدين من محمد العدوانيه، وان الموضوع مش موضوع دين، الموضوع موضوع بزنس. ما طلع لك شيخ الايام اللي فاتت ديت يقول في القنوات الفضائيه احنا لو نرجع لايام زمان وايام الغزوات ونغزو، ونشوف كل واحد يروح مثلا يغزو بلد يرجع معاه كم واحده ست وكم فلوس. يعني هي دي الفكره من اللي واخدينها من محمد، فكره الاغاره وفكره البلطجه وان انا اغزو وان انا اغير وان انا، وكانوا ماشيين على كده. هو الاسلام انتشر بحد السيف، ولا الاسلام انتشر ازاي؟ بيخشوا بلاد بجيوش وبسيوف وبيجبروا الناس على انها لا تسلم لا تدفع، وبياخدوا اللي هم عايزينه من خيرات هذه البلاد ومن نساء الناس دي يتجوزوهم وياخدوهم سبايا وبتاع ورق وبتاع. فطبعا هم نهجوا نفس النهج، وابتدوا ان هم يستغلوا الـ يعملوا بقى سيره اللي هي سيره اسحاق وهشام وكده، وان هم يعملوا سيره عشان يمشوا عليها تساعدهم وتقوي شوكتهم وان الناس تصدقهم وبتاع. انما الكلام ده كلام مش مظبوط، واثر دلوقتي علينا. احنا رايحين في داهيه، ما كل واحد يشوف بلده وضعها ايه، ارهاب وتطرف. والبلاد اللي بتطبق العلمانيه هي البلاد اللي فيها تقدم وفيها هدوء وفيها حياه كريمه، والبلاد اللي ماشيه بهذا النهج العدواني اللي كله قتل وسبي نساء واغاره، وهو هي دي البلاد اللي رايحه في داهيه. الصومال بتعمل ايه؟ الدول العربية بإيه الوضع فيها؟ اليمن عاملة إيه النهاردة؟ يخش كده على النت يشوف اليمن ظروفها، عمالين يدبحوا في بعض، واخد بالك؟ في قرية في سوريا محاصرة، يعني شعبها الناس أطفال بتموت من الجوع من الحصار. إيه هو ده الإسلام؟ هو ده الدين؟ وهو ده ربنا؟ وهو لو في ربنا هيرضى باللي أنتوا بتعملوه ده؟ إيه اللي إيه ده؟ ومين إداك الحق في كده؟ وهو عشان أنت معاك سيرة ولا أحاديث من 1400 سنة ولا من 1200 سنة، أنت جاي تفرضها عليا؟ طب إيه رأيك بقى؟ عايز تحارب نحارب. طب ما أنت بتتدمر وبتتدك كل يوم، أنت عايز كده؟ عايز تموت يعني؟ ما أنت مش هتأذيني وهسكت لك. أنا برضو قادر إن أنا أرد الأذى دوت وإن أنا أحاربك. هي أنت عايزها تبقى كده؟ هل الدين عايزها تبقى كده؟ حروب وقتل وبتاع ولا يبقى ولا يعني العلمانية ما فيهاش الكلام ده، الدول اللي بتطبق العلمانية ما فيهاش الصراعات دي، إنما الدول اللي ماشية بالشريعة الإسلامية والقرآن وهي اللي فيها المشاكل وهي اللي فيها الطائفية وهي اللي فيها العنصرية وهي اللي فيها الدم والقتل والذبح. وطبعا ده مش ممكن يكون كلام جاي من عند إله، مستحيل يكون كلام جاي من عند إله، مش ممكن.
بالضبط اخي بالضبط، يعني يعني للاسف هل شخصيه محمد اثرت بعقوله؟ يعني اليوم يوم الانسان الشرقي صار، يعني شفنا نحن التحرشات الجنسيه، يعني اجوا لاجئين من هربانين من الموت، هربانين من الحرب، يجوا على 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 بلد تعطيهم الامان، تعطيهم تاكلهم وتشربهم، وبالاخير يعتدوا على نساءه ويسرقوا من محلاته، ولا يعني يعني في مثل بيقول ان اكرمت الكريم ملكته وان اكرمت اللئيم تمرد. انا كشخص ادخل انسان لبيتي يكون مضطهد وهربان من الموت، اجي وجوعان متشرد، اجي ادخله بيتي، اول ما ادخله بيتي يجي يطلع على مرتي ويسرقني. يعني يعني اي اين الاخلاق؟ اي يعني في انحطاط اكثر من هيك انحطاط؟ انا يعني بصراحه اتعجب لهذه العقليه. يعني اليوم صار المانيا فيها جرائم، واللي وقفته على حدودها تبكوا مشان تدخلوا، تخش تبكوا مشان تدخلوا على المانيا. اليوم صار تحرشات جنسيه بالنساء الالمانيات، وسرقات وتفجيرات وقتل، بالسويد نفس الشيء، وبكل مكان يدخل مسلمين نفس الشيء. يعني يا جماعه راجعوا اخلاقكم، اين الاخلاق؟ هل اذا انسان اكرمك ودخلك بيته تجي تسرقه؟ يعني السارق انت في عفك عم تقطع له ايده على اساس لا تحب السرقه، ومع ذلك تدخل بيت انسان دخلك بيته واعطاك الامان تجي تسرقه وتتحرش بزوجته ولا تتحرش ببنته؟ شو هالاخلاق هي؟ مين انتم جايين مخترعين هالاخلاق؟ فكروا لمن تتبعون يا جماعه، يعني فكروا فيها. شو تعليقك اخي احمد؟ تفضل يا باشا. انا اقول لك ايه، اقول لك الواحد بيخجل يقول ان هو جاي من الميدل ايست. يعني تصرفاتهم تصرفات وحشيه مش تصرفات بشر، والاعلام فضحهم وبيوري مساوئهم وبقوا مكروهين. يعني انت لازم تعرف ان انت مكروه من كل دول العالم المتقدمه، محدش عايزك ومحدش طايقك. تعال شوف الدعايه الانتخابيه للجمهوري دونالد ترامب، بيقول لهم انتخبوني وانا ما ادخلكوش المسلمين هنا. ما هو من عمايلكم انتوا، لو ناس كويسه، لو ناس مسالمه، لو ناس مش عنصريين، لو ناس بتتقبلوا الاخر، هل هتبقوا مكروهين من العالم كده، من الدنيا؟ وقاعدين في فقر وفي مرض وفي حقد، وقاعدين تحقدوا وتخلوا على الناس اللي احسن منكم. احقد وغل زي ما انت عايز، مش هتوصل لحاجه. خليك في محمدك، محمدك لن يساعدك، وقرانك لن مش هياخدك في اي حته، ومش هيساعدك قرانك. الموضوع منتهي. سكه خسرانه، دي سكه، ده موضوع خسران، ده موضوع بيتكلم عن العنف، وبيتكلم عن القتل وسبي النساء وأذية البشر، ومحدش هيسمح لحد ان هو يأذي. يعني مفيش دول هتسمح لك ان انت تأذيها. هتعمل عنف، هتطبق شريعتك على الناس اللي ما بتؤمنش بيها، هيوقفوا لك وهتضرب بالنار وهتتسجن وهتترحل ويطلع عينك. محدش هيقبل باللي انت بتعمله ده خالص. ده شيء غير انساني وغير ادمي وغير مقبول، ومحدش جنب بورب والدش، نوبريز جنب بورب والدش. واي مسلم عاقل هيبحث في دينه وفي كتب تراثه هيوصل للي انا والاخ جان وصلنا له، ان الكلام ده مش كلام من عند اله. مستحيل دي تكون رساله وكلام من عند اله، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن تكون هي دي الرحمه وهي دي وهو ده العدل، مستحيل. قصص كلها قصص حروب مقضيها هم الصعاليك بتوعه بيحاربوا له ويجيبوا له غنايم، وهو عمال يتجوز في النسوان. وتقول لي رسول مين يا عم الحاج؟ رسول ازاي يعني؟ انا مش شايف. للاسف يا اخي، للاسف انه هذه الشخصيه هي القدوه الحسنه يعتبرونها. يعني نحن قصدنا يا جماعه، اصحوا، انتم تقدسون رئيس عصابه، انتم تقدسون رئيس عصابه، ليس اكثر ولا اقل. يعني فخلونا نرجع لعقولنا، خلونا نفكر مثل ما قال الاخ احمد، خلونا نقرا، خلونا نبدا نقرا، ونقرا بشيء مفيد. يعني اليوم الناس حكيت كثير بهالمساله هاي، انه الناس وصلت لابعد الحدود بالتفكير، بالعقل، وصلوا للاكوان المتعدده، ونحن لسه عايشين على فلان علي، فلان اتباع علي، وفلان اتباع عمر، وفلان اتباع بطيخ،
وهالعصابة المجرمة هي عم نقدسها، وما ما واحد ما بحكي إلا سيدنا عمر وسيدنا بطيخ لك هدول مجرمين سيدك، يعني بأي منطق تساوي واحد مجرم سيدك؟ يعني للأسف الحكي ما عاد ينفع، مثل ما بقولوا يعني صار صرنا مضحكة لدم البشرية كلها بسبب هالمجموعة الصعاليك اللي انولدوا وماتوا من 1400 سنة. خلونا نشوف حياتنا نحن، نشوف دنيتنا، في 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 قدامنا مستقبل، في لأولادنا مستقبل. خلونا نحب أولادنا أكثر ما نحب نفسنا، أو خلونا نحب أولادنا أكثر من الحقد اللي شايلينه نحن بداخلنا. أخي أحمد أنا بتشكرك كثير على هالوقت الجميل اللي أعطيتنا إياه بصراحة، واستفدنا كثير من فكرك، وأنا بتمنى الناس كمان يعني تفكر وتحسب هالكلام هذا اللي حكيناه. هلا نحن بصراحة ما لنا جايين نقضي وقت أنا وأحمد ولا أنا وغير أحمد وأصدقائنا الملحدين، نحن جايين في جوعين من جوا عليكم وعلى إنحالنا، أنتوا أهلنا بالنهاية. وخلونا نفتح مخنا، خلونا نقرأ بحيادية بنقدية، نتعلم شو النقد أصلا، يعني نتعلم كيف نستعمل عقلنا. فأنا بتمنى من أصدقائنا يعني ينشروا فكر التنوير، ينشروا فكر المحبة خلينا نقول. وبتمنى كمان من أصدقائي إنه يساعدونا بنشر حملتنا، يعني نحن نتمنى نوصل صوتنا للناس حتى نقدر نوقف الحروب هاي، حتى نقدر وراح نوقف هالحروب، نحن اللي راح نوقفها ما في حدا غيرنا. لذلك يعني أنا بتمنى من كل الناس تشاركنا، وإذا أي شخص عنده أي إمكانية يقدر يشاركنا خليه راسلنا على صفحتنا ونحن مستعدين نتجاوب معه بكل سرور. شكرا لك أخي أحمد، وأنا سرور بلقائك. متشكر لك جدا، متشكر لك جدا. مع السلامة. مع السلامة. شكرا أعزائي المشاهدين، إلى حلقة قادمة غدا بالساعة 1 بتوقيت دمشق مع ملحد من خلفية مسيحية. إلى اللقاء.